الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معكم محمد جدالله وبرنامج الإنس والجن. وبرنامج الإنس والجن لا يقتصر فقط على العلاج الروحاني بالقرآن، وإنما كل ما يخص عالم الإنس والجن. فنتحدث فيه عن قضايا مجتمعية تهم الرأي العام، ومعنا الأستاذة الكاتبة سهام سلام، نرحب بها. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقضية الحقيقية لخلق الجن والإنس كي يعلمها جميع خلق الله هي العبادة. والعبادة الله سبحانه وتعالى أنزل فيها أوامر ونواهي، فمن انتهى حفظه الله، ومن خاض في المعاصي ذل واتبع خطوات الشيطان الذي هو عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلابد أن نعلم أن القضية الحقيقية من وراء خلقنا جميعا هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالعبادة أمر جميع خلقه بالعبادة. فمن نزل عليهم التوراة عندهم افعل ولا تفعل وحلال وحرام، من أنزل الله عليهم الإنجيل كذلك، ومن أنزل الله عليهم القرآن كذلك، افعل ولا تفعل، حلال وحرام. جميع الأديان السماوية وجميع الكتب السماوية نصت على أن فاحشة الزنا من الكبائر وحرام، السرقة من الكبائر وحرام، القتل من الكبائر وحرام. فإذا ينقصنا أن نعبد الله حق عبادته. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي، معانا الأستاذة سهام سلام، بنسعد بوجودها معانا إن شاء الله. وكنا عايزين نتحدث عن بعض القضايا المجتمعية التي تهم المرأة وتهم الرجل وتهم الرأي العام والأسرة التي هي نواة المجتمع. فلنبدأ أولا بسؤال يعني لحضرتها تجاوبنا عليه بإذن الله تعالى. بالنسبة دلوقتي حضرتك لموضوع قوانين الأسرة، قوانين محكمة الأسرة، هل أنت بتشوفي فيها إنصاف للمرأة ضد الرجل أم قهر للرجل من المرأة؟ بسم الله، استعنا بالله. أولا زي ما الدستور أو زي ما الدولة بتضع في الدستور قوانين المفروض إن احنا بنمشي عليها، ماشي، ممكن المحامي يغير في قانون يبقى من ضد من بيبقى مع الرجل القانون ده وينقلب ضده، ويبقى مع المرأة وينقلب لضدها. إنما في قوانين إنسانية والمفروض إنها غريزة فينا، وقوانين المفروض إنها غريزة في الأمومة، غريزة في عاطفة الأمومة نفسها. يعني إزاي إنك أنتي حضرتك من ناحية الإنسانية، يعني من ناحية الإنسانية، مثلا على النفقة، قضية النفقة، بستغرب إن الأب ماشي ما ينفقش على ابنه. ده كتير، أنا بتجيلي حالات كتير جدا بالعشر سنين وبالخمستاشر سنة لا يرى أولاده أسام بالمرة ولا يرسل إليهم جنايا واحدة. ده اللي أنا بستغرب له. أنت عملت عنده حرمان عاطفي. يعني الطفل يبص يلاقي ابنه، الطفل يلاقي والده ما يلاقيش والدته، كده في حرمان اهو. تمام، حرمان من تواجد احد مكون الاسره التي هي بدورها نواه المجتمع في بناء المجتمع. وفي ويقصوا عليه كمان بالحرمان المادي. يبقى الطفل واقف في وسط، مثلا اسفه يعني، هي قاعده عند والدتها بعد الانفصال او والدها، ماشي، الطفل واقف ازاي انت اصلا يعني يجي لك قلب حته من قلبك كده، الطفل واقف محروم ماديا، شايف مثلا ابن خاله والده جايب له عجله مثلا، لعبه، مش عارفه ايه الحاجه اللي هو نفسه فيها بيطلبها من باباه، فباباه مش موجود بحكم ان حصل مثلا مشاكل فكان فيها ضحيه الاولاد. ايوه، يعني بيبقوا هم ضحايا. ضحايا بالظبط، من تعنت المراه او تعنت الرجل. عملت عنده يعني حرمان من كل حاجة، عاطفي
ومادي. تمام. دي حته، دي نقطه انا بستغرب لها. طيب انا بس بتكلم في هل القوانين نفسها فيها يعني اجحاف للرجل او ظلم للرجل، ولا يعني في الطبيعي المفروض يكون كده؟ لان مثلا في ناس كتير ما بتدفعش لاولادها نفقات، في ناس بتهرب، في ناس كده، فهل صرامه القانون ده في صالح المراه اقوى ولا في صالح الرجل ولا ضد الرجل؟ هو ضد المراه القانون ده. القانون يعني تقصد مثلا يعني قلة النفقة يعني، ولا تقصد بتبدأ من القايمة وقائمة المنقولات والتبديد والنفقة، وبتبتدي تدخله في متاهات لحد ما تخليه يعني يكره اليوم اللي اتوجد فيه في العالم أساسا. يعني حالات كتير جدا رجال بيوصل بيه الحال ان هو خلاص يعني بيكره أساسا ان هو ارتبط او خلف بسبب المحكمة وبسبب اللي بيحصل فيه. هي دي بقى بترجع يعني مثلا المفروض أصلا دخلنا بالمعروف فبننتهي بالمعروف. ده عند اللي عند الراقيين بقى، عند الراقي، عند الانسان الراقي او المحترم. وبالذات لما يكون في اطفال. اطفال هم ما لهمش ذنب اصلا في انك انت ما حصلش وفاء بينك وبين زوجتك. تمام. ماشي؟ ما توفقتوش مع بعض. سواء يعني عاطفيا. تمام. سواء مثلا في حياتكم الزوجيه. هما ملهمش ذنب الأطفال. ملهمش ذنب خالص. هو مفكر إن هو بيعاقبها. بيعاقب الأم، لكن هو بيعاقب الطفل نفسه. بيعاقب الطفل. يعني عندك دي مثلا دي جزئية خطيرة جدا. عندك مثلا أنا رايحة زيارة لأحد أقاربي. ماشي، فبسأله فين زوجتك؟ قال لي فين البنت؟ قال لي ده غضبانة بقالها سنتين. طب غضبانه بقالها سنتين ازاي يعني؟ والبنت؟ قال لي معاها. طب انت بتبعت لها نفقه؟ بتبعت لها فلوس؟ ده انا زلل نفسها. هو بيرد عليك يقول لك كده؟ هو بيقول لي انا زلل نفسها. طب يبقى والله دي يعني واقعه حصلت. فعلا. فبقول له انت زلل نفسها. يبقى القانون مع اللي زي دوت يعني مطلوب، ومطلوب كمان ان هو يشدد عن كده. انا جاي بتكلم في نقطه معينه يعني. كل كلام النهارده هيبقى على بسبب الانفصال. وبسبب طبعا انتشار طلاق بصوره مبالغ فيها. دي حقيقه مجتمعيه النهارده، نسبه الطلاق بقت مرتفعه عندنا. انا مش بتكلم على قوانين محكمه الاسره، انا يعني اتفضلي لست على دراسه كافيه. طيب اتفضلي. مش انا بتكلم. طيب. على قوانين انسانيه المفروض انها جوانا. اتفضلي، انا لك مطلق الحريه والهوى. يعني انا بتكلم بعفويه جدا. انا يعني حضرتك لك مطلق الحريه والهوى معاكي. فانا بساله وبقول له ازاي انت ما بتنفقش عليها؟ انت المفروض انت بتنفق على بنتك مش على زوجتك. انت بتقسو على بنتك يا اخي. يعني انا مش عارفه انت ازاي قابلها، انت حرمتها اصلا منك. فبتحرمها ازاي ماديا كمان؟ الطفل هيطلع اصلا قلبه يعني هيطلع عنده حرمان من كل حاجه. دي حقيقه. والله العظيم. وفي الاخر طب نقول، طب ايه اسباب الانفصال اللي بتؤدي للانفصال؟ بحكم ان حضرتك برضو يعني في ناس كتير جدا يعني انت متواصله معاهم وكده، مطلقات مثلا او حصل مشاكل بينهم وبين ازواجهم كتير. ايه اسباب الانفصال عموما يعني اللي سبب انتشار الطلاق بشكل مفزع كده في المجتمع في الفتره الاخيره؟ في الفتره الاخيره بسبب طبعا كل واحد بيهيئ ليه من خلال مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. ان الست اللي بيشوفها على الصفحه او يتواصل معاها هي اجمل من زوجته بكتير. لان الممنوع مرغوب، وهي اصلا ممكن يكون عند زوجها هو طريقها برضه بيبص لغيرها. يعني كما تدين تدان، كما تدين تدان، وكما تكيل وكال أولاد، وهو بيعتقد انها اجمل من زوجته وممكن على العكس. تمام ماشي. دي انا دي جزء جزئيه يعني عايزين نقول ان الممنوع مرغوب. وعند الحصول على المرغوب يبدا البحث عن مرغوب اخر. بالظبط، لان بيبتدي خلاص ان هو يقل في نظر اللي وصل له. تمام، دي حقيقه. يعني ده سبب من الاسباب اللي انتشرت بصوره واسعه يعني. تمام. واسعه جدا. الخيانات. خيانات. الخيانات اللي هي بتحصل دي انت بتسبب اصلا بتتركها. فهي بتحس انها مش مرغوب فيها، انت دايما قاعد على تليفونك ومشغول بـ بالصور اللي انت بتشوفها، على ان هي صور اصلا يعتبر
دلوقتي في فلاتر وفي بغض النظر بقى هو انت شايفها. لا انا هقول لحضرتك بغض النظر، ممكن الانسان يكون معاه ملكه جمال زوجته وهو بالشبعان، هو انسان جعان فهو دايما بيبص بره، هو مريض ومريض بس مريض والله. بيبقى مريض، اللي زي ده بيبقى انسان مريض، فهو القصه بالنسبه له مش قصه ان هو بيبحث عن الجميله، هو بيبحث عن الممنوع، الممنوع مرغوب، لما بيصل اليه خلاص بيدور على ممنوع اخر يشبع رغباته المريضه فعلا. بس فعلا. فاللي بتدي فرصه لواحد ان هو يعمل معاه كده هي بتقلل من شان نفسها قبل ان تقلل من شان زوجها ومن شان ابنائها بالزبط. في المقام الاول يعني، لانه بعد كده هيسيبها ويدور على غيرها، دي حقيقه. فهو ده من ضمن اسباب الانفصال المؤخر كتير دوت. طيب هل حضرتك شايفه ان في مغالاه في المهور وفي تجهيز العرائس اليومين دول والطلبات ما كتير؟ ما هو ده بقى اللي انا برضه بتكلم فيه. دلوقتي في تاخر كتير جدا جدا، يعني في بنات عدد السن بكتير، وفي شباب عدد برضه السن ومفيش مفيش زواج، مفيش. ليه؟ بسبب برضه كل حاجه كل حاجه غاليه، كل حاجه يعني مبالغ فيها، الشبكه مبالغ فيها، الجهاز مبالغ فيه، وطلبات العروسه كتير. فاهمني؟ يعني المهر غالي جدا، شروط عاليه قوي. ده يا جماعه احنا عايزين نسطر على بناتنا، يعني ده سبب من ضمن اسباب تقدم سن الزواج ده. طيب احنا معانا مداخله بعد اذن حضرتك. اتفضل. معانا استاذ محمود. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ محمود. حضرتك كنت عايز بس، الاستاذ سام بتتكلم على اسباب الطلاق المبكر. ايوه. فاحنا بنقول الطلاق المبكر ديت بيبقى السبب فيها الاب العروسه، والد العروسه يعني. الطلبات الزياده اللي بيطلبها من الناس. بيطلب طلبات زياده جدا على العريس، والنهارده في ظل الظروف اللي الشباب فيها هيقدر يجيب له منين 50,000 ذهب، وهيدي له 50,000 مؤخر، التكلفه المهوله اللي بيطلبها. فبالتالي بيزنق العريس، بيسلف وبيدين، ويجي العيشه بتاعته بتبقى العيشه مع مراته بتبقى الحياه كرب. انت حضرتك عايز توصل رساله ان العريس بيخش مديون فما بيقدرش ان هو يصرف على بيته بعد كده من الديون اللي عليه. اكيد طبعا. فده اللي بالتالي برضه بيحصل وش في البيت ما بينه وما بين عروسته. الحياه ما بتبقاش متيسره. ايوه، ما هو هي لها متطلبات، هي عايزه تخرج وتتفسح، وعايزه برضه هديه، وعايزه تاكل وتشرب، وهو مزنوق عايز، وهو بيدفع اقساط مثلا بيدفع اقساط مثلا ما يقارب من 2000 3000 جنيه علشان خاطر يعرف يتجوز. عايز يسد الاقساط اللي عليه، فهيجيب منين؟ وتبدا من هنا المشاكل. هيجيب منين بقى؟ بتبدا من هنا بقى فعلا زي ما الاستاذ سامة بتقول، بيبدا من هنا الخلافات والزعل والغضب، وتوصل في الاخر لطلاق. ايوه، ما هو اول الغيث قطره، فهو بيبدا النهارده. وبعدين الشيطان اساسا بيشتغل على هذا الامر، لان يعني كبير الابالسه لا يلبس التاج الا لمن يفرق بين الزوج وزوجته، فهو ده الشغل الشاغل دلوقتي الابليس. ايوه. فاحنا انا بشكر الدكتوره الاستاذه سهام انها يعني اتكلمت في نقطه زي دي، فتوجه رساله حضرتك من البرنامج بتاع حضرتك لبعض من الناس، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. لكن النهارده الناس بتدور على الاطيان والارض والفلوس والشيكات والعربيه ما هي تنكح المراه لاربع، لمالها ولنسبها ولدينها يعني ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اي مرغت في يداك في التراب ان لم تظفر وتزعم بذات الدين. فهو الاصل النهارده ان المجتمع ثقافته حصل فيها خلل، لانه هو المفروض اساسا ان البنت تدور على صاحب الدين، او الاب يدور على صاحب الدين، وكذلك برضو الراجل يدور على صاحبة الدين، لان النهارده حتى لو ضاقت بهم الظروف هيقدروا ان هم يكملوا، لان هم عارفين ان في حاجه اسمها الصبر، عارفين ان في حاجه اسمها تغيير الحياه كلها ممكن تتغير بامره، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. اما لا يكون النهارده ثقافتك كلها دنيويه، كل انشغالك بالسوشيال ميديا وباخر الموديلات واخر الصيحات، فانت هتجيب منين الثقافه دي اساسا؟ لان هو كله النهارده دنيوي، يعني اصبح الامر النهارده حضرتك كله دنيوي، فما فيش اي فكر في الاخره او الارتباط بالاسره او الحفاظ على نواه المجتمع اللي هي الاسره. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك.
شاكر لذوقك يا وجزاك فندم. الله خير، وجزاك الله خير، وسلامي للاستاذه فهام، وقد هو جزاك الله كل وبصراحه خير. يعني هي فرصه سعيده ان احنا نسمع حضرتك النهارده، وان شاء الله باذن الله متابعين حلقاتك كلها دايما ان شاء حضرتك الله. قناتي على اليوتيوب الانس والجن محمد جدالله على اليوتيوب، حضرتك لو عايز تتابع كل حلقاتنا سواء في اي قناه من القنوات الفضائيه على اليوتيوب الانس والجن محمد جدالله. جزاك الله خير يا دكتور. حبيبي اتفضل اتفضل. شكرا. هنمسك بقى في موضوع الطلاق ده عشان ليه اسباب كتير قوي، اسباب بتبدا واسباب بتنتهي بقى اللي هي بتنهي. تمام ماشي. اول حاجه ماشي هتبدا الخلافات، طبعا خلافات بقى ماديه عاطفيه. انا كل تركيزي النهارده يا دكتور وجاي اتكلم عليه الاطفال. الاطفال اللي هم بيبقوا ضحيه اصلا. ايوه ضحايا المجتمع، ما هي النهارده ما دي قنابل موقوته موجوده النهارده في الشوارع. احنا بنشوف دلوقتي انتشر نسبه التسول بشكل غير طبيعي وكلهم اطفال. لا انتشر النهارده نسبه وتعذيب اطفال بسبب البيع. الانفصال. ما انا ما هو انا معلش اطفالي في حضني، انا والدهم استحاله هيحصل جرائم زي ما انت شفت كده. تلاقي مرات الاب رمت سمت الطفله او حرقتها او زي ما بنشوف. صح ولا غلط؟ ماشي. او الطفل انا بتكلم عن القنابل طردته. القنابل البشريه اللي ما هو موجوده كل ده دلوقتي. ما هو كل ده نتيجه ايه؟ نتيجه الانفصال. ما هو نتيجه الانفصال يا دكتور، نتيجه تدمير الاسره. تمام. اسمعني بقى حضرتك، انا دلوقتي كل تركيزي على الاطفال ماشي. تمام. هنيجي بقى، طبعا حصل مشاكل ما بيني وما بين زوجي. اول حاجه هتقول لك ايه؟ الزوجه يعني ده ما بيقوليش كلمه حلوه. ماشي. ده واقع فعلا. ده ما بيجيبليش هديه فالنتاين، ده عمره ما اعرفش ايه. والكلام طبعا اللي هو الطبيعي. وممكن تكون بتسمع كلمه حلوه من حد تاني. ماشي بس ده ما هي دي برضو من ضمن المشاكل اللي بتحصل، ان النهارده ممكن يكون ما هو ده من ضمن اسباب الانفصال، انها بتقول لك ما بيقوليش كلمه حلوه. يا دكتور انا جاي بتكلم ان كل دي اسباب تافهه يا شيخه. بص لاولادك، لاني انا جاي اتكلم على وقائع يعني حاجات انا شفتها بعيني. انت عشان تعيشي سعيده وتعيشي مرفهه مع زوج تاني مثلا، الاطفال دي تشيل الثمن ولا ايه؟ لا طبعا، لا طبعا. في ناس بقى بتشجع على الطلاق، يعني حصل مشاكل ما بيني وما بين زوجي، بتيجي مثلا معلش برضه بيبدا بقى من الاهل بقى تدخل الاهل. بالنسبه للام لا سيبيه، عيالك هيتربوا. كل دي والعيال مالها الذنب. والحما طلقها يا ولا، طلقه ايه يعني؟ يا ست الكل، انت ربيتي وعلمتي وكبرتي وجهزتي وخلاص، انت دورك انتهى. المفروض دلوقتي دورك عباده وصلاه وقعده، يا اما تتدخلي بقول كلمه حسنه او كلمه حلوه، يا اما ما تتدخليش، ما تقضيش على بيت، ما تكونش سبب فتنه، ما تكونش سبب في خراب ما بيت، ما تكونش سبب فتنه. لان كل ده اولا الزوجه او الام بعد الانفصال هتتجوز، ما مش هتقعد بقى طبعا على، لو هي خاصه لو سنها صغير. ايوه. وهو نفس القصه، مرجوع للاطفال دي ممكن يبقى لمين؟ مش لستهم بالظبط. مش ده الحياه اللي احنا عايشينها؟ أيوة ده الواقع، الواقع ده الواقع. ماشي. ما احنا نناقش الواقع هنا. هو والله العظيم يعني انا جاي اتكلم على على كده. هذه المائده أيوة نناقش هنا. كل القضايا المجتمعيه التي يعني تمس حضرتك الواقع مباشره. اللي انا كتبت عنه ماشي، ده في مقالاتك يعني. ده اللي انا بكتب عنه. تمام. ان فعلا بيحدث ان من مساله العند، وبيجي على دماغك في الاخر في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا ايه بقى؟ الاطفال دي طبعا ما بترتاحش مع جوز ام، ما بترتاحش مع مرات اب، فبنضطر نوديهم لجدتهم اللي هي اصلا صحتها يعني معلش برضو اكيد السن له حكمه في الصحه وفي كل حاجه. هي بقى في حضن جوزها، اسفه يعني سوري، وهو في حضن مراته. وانت قومي بدري بقى، قومي بدري بقى، ذاكري بقى، ودي مدرسه، واغسلي وطبخي، عيدي بقى من جديد. وانت في سن المفروض اصلا تكوني انت بترتاحي فيه، تكوني بترتاحي فيه. مش دي حقيقه يا دكتور؟ ده واقع، إيه؟ ده واقع، ده واقع حضرتك. ايوه ده واقع، اظن ما حدش هيعترض على لا الكلام. لا ما حدش يقدر يعترض لانه ده يا واقع يا شيخه. خليها انها
ما خدمتكيش، ما بتقولي بس ما لهاش ذنب ولاد ابني. وفي نسبه ما بتروحش عند جدتها، في نسبه بتتسول، وفي نسبه بتهرب، وفي نسبه بتخرج تبيح في الشارع حاجات عشان خاطر تعرف تعيش. يعني ما هو برضو ما هي دي كارثه مجتمعيه، ما هو وفي نسبه بتروح احداث. ده انا بقول لك ده دي اسوأ حاجه. يعني انت بقى ده غير انك انت كمان بقى خربتي بيت ابنك. يعني اسفه يعني لكل امه. طب ممكن تقولي طب ده نصائح كده حضرتك برضو يعني عشان يعني عايزين برضو نخرج من، يا ريت يكون في تسامح. نصائح للزوجه والزوج. للزوج والزوجه؟ انا مش هقول نصائح انا عشان خاطر انا محسوب على الرجاله، فحضرتك انت تقولي للزوج والزوجه. ما انا هقول لحضرتك، انا من واحده من الناس اكيد كان بيحصل لي مشاكل ما بيني وما بين زوجي، ده حقيقه وفي كل البيوت. كنت ابص لاولادي، ابص لهم. ابني ده اللي بقوم احس ان هو بالليل تعبان اقوم اغطيه، مين هيعمل كده؟ حتى لو في خلاف يعني شديد مهما كان، بتبصي لابنك الاول قبل اي حاجه. ولادي. ولادي. لاني يعني والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه، يعني كان حصل مشكله مره وخلاص، يعني انا يعني احيانا العند زي ما بنقول برضه بيولد الكفر. قالت لي بصي يا بنتي، هو في حاجتين، يا اما انت تعيشي سعيده. هو مش هتعيش سعاده كامله، مفيش حد يلاقي السعاده لأنك المطلقه، لانك بعيد عن ولادك. هو بغض النظر صدقيني، مستحيل حد يجد السعاده المطلقه. صدقيني، وانت بعيد عن ولادك مش هتبقي سعيده برضو. مهما كان ولادك يعيشوا عذاب، لان بعد الام بالذات عن اطفالها ده عذاب. عذاب العيال بيشوفوه بيتعذبوا فعلا. مهما كان اللي حواليهم حنين، لما هو فقط مصدر الحنيه الاساسي بالنسبه له، ليه امه. والله الكلمه دي بتتردد هي اللي حملته في بطنها 9 اشهر وهي اللي ارضعته، فهو مهما كان من حنيه مش هيلاقي. مش كمان الحمل والولاده وكل ولادي. ايوه الغريزه. غريزه. وللاسف في ناس كتير بقت مفتقده الغريزه دي، مش عارفه ازاي يعني. والله ممكن نقدر نقول مثلا الالتهاب بامور الدنيا وكده، ولا ايه؟ ولا بتبقى طبيعه؟ عندهم غريزه الشهوات. ايوه، شهوات الدنيا. عندهم اكتر، بقت اكتر من غريزه الامومه. خد بالك يعني. للاسف الشديد، للاسف الشديد. طيب دلوقتي يعني احنا عايزين نتكلم في موضوع بقى برضو يخص موضوع الانفصال. او موضوع اللي يعني، طب معانا اتصال مدام اسماء وبعد كده نخش في المحور الثاني بتاعنا في الحلقه. اتفضلي يا استاذه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا حبيبتي. بصي، انا موضوعي مختلف عن الحلقه، بس انا حبيت اخد رايكم. تمام. انا متجوزه من واحد كان متجوز مطلق زوجته، وعندهم ولد وبنت. الولاد والبنت دول عايشين معايا، هي اتطلقت وسابتهم، ما بقتش تسال فيهم نهائي، يعني قعدت سنه كامله ما تعرفش عنهم اي حاجه. لما اتجوزنا من اول يوم جواز اتصلت بيه، وطبعا منهاره، انت اتجوزت ليه وازاي الولاد عايشين مع مرات اب وما ينفعش والشغل بتاعها دوت. فقلنا خلاص، قلت له انا ذوقيا مني هتكلم معاه واتفاهم معاه، واقول لها ان انا امينه على اولادها، وان انا اولادها تعين لو في اي حاجه هلجا لها طبعا، ويعني تعتبرني زي اختها. ربنا يجازيكي كل خير. نعم؟ ايوه معاكي، سامعك، اتفضلي. اتعاملنا كده قد شهر، بس طلعت بقى ايه في حوار تاني، هي التدخلات في البيت، ان هي تتدخل. احنا انت عامله اكل ايه؟ العيال مش كذا، اعملي كذا. مثلا عندهم مدارس الصبح، مدارسهم الساعه 8 وهو شغله بينزل الساعه 6، لا انت تستنى على ميعاد شغلك وتروح توديهم. احنا هنجيبهم باص؟ لا، ما تجيبش باص، انت اللي توديهم، لازم انت اللي تروح توديهم وانت تروح تجيبهم. مشاكل بقت تحصل في شغله بسبب الولاد، بسبب تاخره عن الشغل بتاعه. ان انا اتكلم اقول رايي في اي حاجه ده مرفوض بتاتا، لان كل حاجه بتحصل في البيت ولادها بقوا يقولوا لها. كل اي حاجه كبيره او صغيره تحصل يقولوا. بقت تتدخل في حياتي زياده عن اللزوم، ان انا اخرج مع جوزي، لا ما مش من حقكم ان انتوا تخرجوا. طبعا ده كلام بتقوله لاولادها، اولادها يجي يعملوا معايا مشكله بسبب كده، انتوا خرجتوا مش من حقكم ان انتوا تخرجوا. حصل حمل بعد الجواز بسنه، اعترضت على الحمل، هي نفسها اعترضت واتصلت بيه واتخانقت، انت ازاي تخليها حامل، وانت ازاي تبقى تخلف تاني، وانت ما ينفعش ان انت تخلف لو عندك اتنين بس موجود. نفسيتي حصل اجهاض بعد كده، بعدين عملت حصل حمل تاني برضه نفس الموضوع، نفس المشاكل بسبب الحمل، لدرجه ان انا في الشهر السابع ابنه جه كده في وشه وقال لي، انا مش عايزين اخوات، احنا مش عايزين اخوات،
احنا عايزين انا واختي وبس، وما ينفعش ان انت تجيبي عين تاني ياخد فلوسنا وياخد حياتنا وياخد ابونا. انتوا هم عايشين معايا تمام، وانا اللي براعي وانا اللي بطبخ وبغسل وبعمل، بس هي حياتها متطفله كده، يعني تدخلها متطفله، غير ان هي مثلا تتصل بابنها تقول له بابا فين، يقول لها بابا في الشغل، تقول له طيب انا خلاص اقفل، تيجي الاقيها في نفس الوقت بتسمع بيه تقعد تتكلم معاه ساعه او ساعتين كمان. ماشي، طب انتوا كل يوم بتتكلموا ساعه او ساعتين في ايه؟ احنا بنتكلم في مشاكل العيال. طب مشاكل العيال الولاد عاملين مشاكل لدرجه البنت تخرج من الساعه 8 الصبح تيجي الساعه بالليل ترجع، اقول له بنتك ما ينفعش ان هي تخرج الوقت دوت، يقول لي امها عارفه، قلت له طب بنتك عند جيرانه والجيران عندهم شباب، يقول لي امها عارفه، طب خلاص انا لغيت دوري من دوت. طب هي مش دي مشاكل بتحصل المفروض ان هي تتكلم فيها، هي المفروض ان هي تتكلم عن اللي بيحصل في البيت، عن الحياه اللي هي تخصني انا، شايفه ان ده بيتي، ان ده دي حياتي انا. انت عايزه تقولي ان هي بتتدخل في حياتك اكتر ما يعني ان هي مراعيه حياتها، او انا اكتر من حياه عيالها، يعني شكل عيالها مركزه معاك، يعني انت عايز تقولي انها مركزه معاكي اكتر. ايوه، يعني هقول لحضرتك ابنها بياخد دعوه ولي امر في المدرسه تمام، فبيقول لها روحي انا ما عندي شغل ومش هينفع ان انا اروح، فبتقول له لا انا مستعر ان انا اروح، يعرفوا ان ده ان انا امه. طب انت بتستعر مني، طب ما هي دي مشكله المفروض انت تحليها، دي ما بتتكلموش فيها ليه؟ بدل ما الكلام كله هاي في البيت، عملت ايه، خرجت ايه، لبست ايه، جبت لها ايه، عملت ايه. اقول لحضرتك حتى لدرجه اوضه نومي انا ابنها وبنتها بقوا يدخلوا عليا يقولوا عادي، قلت لهم لا في حاجه اسمها خصوصيه، انا ما ينفعش ان انا ابقى نايمه واخده راحتي في سريري والاقي عيل يعني شاب المفروض يبقى قاعد الاقيه قاعد جنبي على السرير، اقول له يا حبيبي كده عيب، خبط على الاقل خبط، يقول لي لا ده بيت ابونا احنا نعمل كده، امنا قالت لنا اعملوا كده. السؤال انا عايز اعرف، اي اتفضل السؤال، اتفضلي حضرتك بقى السؤال. انا عايز اعرف إيه هو ده كده المفروض ان ده صح؟ انا رافضه الموضوع، انا رافضه ان هو يتكلم معاك، وكمان اخوها رافض ده، اخوها رافض تدخلها ده، اخوها شخصيا راجل محترم ودكتور محترم رافض التدخل ده، بيقول لا هي المفروض ان هي ما تعملش المشاكل دي وما تتدخلش في اي حاجه تخصهم. تسمحي لي اجاوب؟ ايوه اشكرك واسمعي الاجابه، ولا معانا انت على تسمعينا على طيب اسمعي الاجابه حضرتك في التلفزيون، اتفضلي. شكرا. هو طبعا عايزين بس نجاوب على الاخت، الكلام اللي حكيته يندى له الجبين طبعا ويحزن، لان احنا طبعا يعني بنعتبر كل اخت متصله زي اختنا، كلنا واحد في الاول وفي الاخر، وطالما في احساس فالانسان بيحس باي حد بيكلمه في اي قضيه خاصه بيه. فأنا عايز أقول لها هي المشكلة مش عندها، هي المشكلة عند زوجها، لأن هو اللي إدى مساحة لزوجته الأولانية أو طليقته أم أولاده بأن هي تسيطر عليه أو تتدخل في حياته أكتر من اللازم، هي دي المشكلة. سلبيته في أن هو ما وقفهاش عند حدها من الأول، سلبيته في أن هو ما احترمش تواجده معاكي وبيكلمها مثلا سواء في وجودك أو من غير وجودك بالساعات زي ما بتقولي في قضايا عياله، لا هو ما ينفعش حتى لو هيتكلم يتكلم بره البيت، ما ينفعش أنه يتواصل معاه داخل البيت أو أمامك، ما ينفعش أن هي يبقى عارف أن فيه أخبار بتنتقل من البيت عن طريق أولاده ويسمح بهذا الكلام أن هي توجهه من خلال الكلام اللي بيتنقل دوت، لأن ده طبعا سلبية يعني وخطر كبير جدا جدا جدا، لان هو بكده بيفتقدك انت شخصيا، لان انت مع الوقت خلاص انت هتشوف ان انت ما فيش اي سبيل في العيش، يعني خلاص حتى يعني حتى الاولاد متقريين ان مش عايزين يبقى ليهم ولد او اخت منك من ابوهم، عايزين يبقى كل حاجه ليهم، عايزين ابوهم وماله يبقوا ليه. طب ما هو ده كده خطر وحاجه غلط وما ينفعش. فرساله بوجهها للزوج المحترم يعني من اخ ليه، يا ريت تتراجع حساباتك مع زوجتك اللي انت اتجوزتها وشالت اولادك سنه واكتر من سنه، ويراعي شعورها وانت عايز تتواصل مع طليقتك عادي مفيش مشكله، يعني دي حريتك الشخصيه بس ما تجرحش كرامتها على قد ما تقدر، ما تحاولش ان انت تسمع لاولادك او تسمع لزوجتك حاجه انت سمعتها، ولما يحس انها عملت حاجه حلوه ليهم المفروض برضو بيقدرها، يعني كتر خيرها برضو. تمام، انها برضو بتاكلهم بتشربهم بتلبسهم بتغسل لهم، يبقى دي الست دي على راسنا من فوق. طيب احنا عايزين ننتقل بقى، عايزين ننتقل حضرتك بقى عشان وقتنا فضل. حتى لا ينسحب يعني بساط الوقت من تحت اقدامنا.
عايزين ننتقل للمحور الثاني في حلقتنا النهارده، وهو يعني فتح نفسه بنفسه، لان حتى المتصله قالت في بدايه الحديث انا عايز اكلمكم على نقطه مش بتتكلموا فيها، اللي هي مساله التعدد او مساله الزواج الثاني. عايزين نشوف بقى هل من ضمن اسباب يعني الانفصال والمشاكل اللي بتحصل في المجتمع المصري والاسره المصريه التعدد؟ يعني هل ده سبب؟ اللي هو فقرتنا الثانيه اللي كنا هنتكلم فيها، بس هي جت قدرا يعني ايه زي ما بيقولوا شبكت مع بعض. التعدد. التعدد، ايه راي حضرتك الاول في التعدد؟ التعدد لا خلاف عليه. لان ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امر بيه. ايوه. مثنى وثلاثة ورباع. وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. مفيش خلاف عليه. لكن يعني في المفروض يبقى في اسباب برضه. يعني مثلا في زوجة بتبقى مريضة. مش متحملة حياة يعني او مش مدياله الرعايه الكامله، او هو حاسس انها مقصره في حقه وغصب عنها مثلا. المفروض هي من نفسها تسمح له، لان هو ملهوش ذنب. هو حاجه خارجه عن ارادتها مثلا. ده المفروض هو بيحل ليه الزواج. بيحل، هو اصلا بيحل ليه الزواج من غير حاجه. ماشي، بس انت المفروض تبقي مسامحه بدون اي مشاكل. ايوه. وحصل وتزوج، انتوا الاثنين برضو لازم يكون في معاملة جميلة. ما نفضلش ننكد عليها. واحدة تقول لا انا هتطلق، لا انا مش عارفة ايه، لا ما ينفعش. بس في زوجات ما بيقدروش يستحملوا الموضوع ده. هي يعني الغيرة، ده الغيرة كانت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت الغيرة ما بين الازواج، بس مش غيرة القاتلة لدرجة الخراب بقى. فاهمني؟ كانوا بيتصارعوا على حبه. ازاي يقدموا له احلى ما عندهم يعني. المفروض الواحده بقى. طيب اتفضل. هو يعني انا بس عشان ننهي الحوار دوت، هو انا عموما الامر دوت انا شايف من وجهه نظر انا الشخصيه في عجاله، يعني عشان نخش على الفقره الاخيره عشان وقتنا. ان موضوع التعدد دوت هو ربنا امر بيه، مفيش مشكله في حاله الاستطاعه والعدل، ولكن انا شايف ان في الظروف الاقتصاديه الطاحنه او اللي الناس بيمر بيه من ازمات اقتصاديه والاوضاع اللي يعني الصعبه الناس بتعيشها عموما، بيبقى دمار شامل للمجتمع اكتر من انه بيبقى فايده. هو ما بيبقاش فيه فايده فيه، لان هو معظمه بيبقى زواج من اجل المتعه، يعني بيبقى معظمه عرفي لمده مثلا شهر شهرين سنه اتنين، ما بيبقاش فيه بناء اسره ولا نواه مجتمع. فالموضوع اساسا انا شايف ان لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. هو مش حديث خالص الساعه ان الناس تبتدي تتكلم في الجزئيه ديت، لان الناس مش لاقيه تاكل، لان الظروف الاقتصاديه صعبه، والنهارده الواحد شغال شغله واثنين وثلاثه، فازاي يبقى مشغال شغله واثنين ويروح يجيب مثلا زوجه تانية او يروح ان هو، فمعظمه ما بيبقاش فيه اللي هو بناء وتكوين الاسره اللي هو متعارف عليه دينيا، ده بيبقى فيه خراب للاسر ويبقى الموضوع فيه مشاكل اكتر. ده رؤيتي يعني في هذا الامر، والله اعلى واعلم. عايزين بقى نتكلم عن ازمه الاخلاق والتحرش المنتشر. ازمه الاخلاق. ازمه الاخلاق في عجاله بقى كده، احنا معانا 10 دقائق. اولا اسبابها، اول سبب التربيه نفسها. التربيه نفسها. لو انا ربيت ابني ماشي على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام، وعلى يعني اخلاق غرستها فيه من تسامح ساعه الغضب، من حب بدون مقابل، ماشي، من تعاون، من كل ده، انا ومن الحلال. الحلال لو انا اطعمت ابني حلال اقسم بالله بتربى لوحده. ايوه، يعني في ناس يعني كانوا شغالين بيكنسوا في الشوارع وربوا اولادهم ما شاء الله، يعني أحسن تربية احسن من اللي معاه اموال. هنتكلم بقى طبعا على التحرش وال الرزق اساسا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الرزق ده قضيه اساسا منتهي الكلام فيها. قال ولا يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. يعني اذا مساله الرزق لو ان الانسان امن بالله يقينا، مساله هو ربنا قال لنا صلي بكره مقدما، ربنا قال صلي المغرب النهارده مقدما، احنا ليه بنطالب ربنا برزق بكره وبعده والسنه الجايه؟ يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو الرزق دايما في المال بس؟ لا، الرزق في كل حاجه. والله العظيم يعني ربنا عادل. هو ادى حد المال؟
ماشي واخد منه صحة او ادى المال والصحة واخد منه يعني الزرية. نعمة الذرية ماشي اداله الثلاث حاجات وخد منه راحة البال. دي حقيقة. طيب موضوع الاخلاق بقى، يعني انت حضرتك بتدعو النهاردة مثلا البنات والشباب يعني يكون في رقابة على موضوع التواصل الاجتماعي ده، السوشيال ميديا، لان احنا فتحنا عقول الاطفال بطريقة يعني ده من ضمن اسباب الانحلال يعني او الانفلات الاخلاقي اللي موجود في المجتمع. هو حرية دلوقتي، انا يعني ابني يكون هو بدأ يفتح الموبايل ويعمل ويدخل على السيرش هيعرف يجيب اي حاجة. أيوه. ودلوقتي انا مش هعرف اعمل كنترول عليه الا بتتحكم فيه بقى من ناحية الاخلاق. أيوه. انت لو شفت كذا كذا يا ابني مش هيبقى فيه بركة في حياتك. لازم ده لا خط. أيوه. احمر. بتبتدي ان انت توعي، بنعمل توعية كاملة، بنعمل توعية كاملة للأطفال، من الأطفال قبل ما يكبروا وما نعرفش نعرف نسيطر عليهم خالص، الأطفال بالذات. أيوه. عن الكبار. طيب بالنسبة يعني حضرتك يعني ظاهرة التحرش اللي موجودة في المجتمع، هل ده مرض نفسي بيبقى موجود عند الناس؟ هو يعتبر بعض الناس، بعض الناس يعني هو أنا مرض نفسي، ما بحبش أعمم في كلامي يعني، لان في ناس محترمه كتير جدا يعني. لا وبرضه مواقع التواصل برضه للاطفال، انا بكلم على التحرش الخارجي يعني النهارده لما بيكون واحده ماشيه في الشارع. اسمعني حضرتك برضه، ما هي برضه لما بيدخل على الصفحات دي ويشوف الحاجات دي بتحرك الشهوه. أيوة والغرائز. أيوة يعني حضرتك اللي فيه. عايزه تقولي ان ده من ضمن اسباب تحريك حته ان هو يقول لفظ خارج لواحده ماشيه في الشارع بسبب ان هو عنده كبت داخلي مما شاهده او قراه. فعايز ينفذه على ارض الواقع. وفي ازمه طبعا دلوقتي اقتصاديه، هو مش عارف الشباب مش عارفين يتجوزوا بسهوله دلوقتي. أيوه. في تعثر في الجواز، فهو هو عشان المغالاه في المهور، وعشان برضو كل بنت حاطه في دماغها فارس احلام خيالي. اللي هو جاي بقى بالعربيه البورش، وجاي بالفيلا اللي في التجمع او في مدينتي، وجاي يعني بقى ايه راكب الحصان الابيض وكده. فهو ده بيخلي للاسف في سن الزواج برضو بيتقدم بالبنات للرفض الدائم، وفي نفس الوقت بيبقى فيه صعوبه بالنسبه للي بيجهز نفسه في الزمن دوت، لان الحياه بقت صعبه وكل حاجه بقت غاليه. فده ممكن يكون ده احنا بنتكلم على سبب التحرش. ماشي. الا من رحم رب يعني، مش كله. أيوة. ده بترجع بقى للدين، وفي ناس مهما تعمل ممكن طب انت مع ان الواحده ترد في الشارع ولا تعمل نفسها مش واخده بالها؟ ولا ترد ولا اي حاجه، الا بقى لو تجاوز حدوده. لو في تجاوز. يعني لو كلام بس باللسان وهي ماشيه، ولكنها سمع حاجه ولا اي حاجه. لان ده يعتبر مريض، هو ما ينفعش يترد عليها. عدم الرد بيبقى افضل كتير. انما انت ضد ان الواحده مثلا تشتم في الشارع او تقل ادبها على حد عكسها؟ والله انا ما برجحش كده ابدا. من ناحيه الاخلاق ومن ناحيه ان الموقف بيعدي. اما لو تجاوز حدوده بيبقى فيه رد فعل اكيد. واحنا كمجتمع ما بيسمحش بالكلام ده يعني. النهارده لو في واحده ماشيه في اي شارع وحد عكسها، الف واحد لو بس يعني تلفظت بلفظ طبعا الف واحد هيمسكوه. طبعا. وخاصه ان هو شايف انها ماشيه في حلقه وملتزمه. فكتير ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لها ناس كتير قوي بتاخد لها حقها. طيب نستاذن حضرتك في المداخله بس. اتفضل. الو استاذ ايمن اسحاق. الو استاذ ايمن اسحاق. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ ايمن. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يكرمك. أنا دكتور محمد. أنا طبعا بشكر البرنامج اللي أنا بتكلم مع دكتور محمد ومع فريق إعداد. وطبعا أنا بتكلم بالنسبة لموضوع التحرش والأخلاق. الوقت اللي إحنا فيه ده طبعا إحنا بنتميز في القاهرة. ممكن توطي بس التلفزيون؟ ممكن توطي التلفزيون بعد إذنك يا زايمن؟ حاضر. طب أوكي حاضر. احنا بنتميز ان احنا عندنا مرجعيتنا الازهر الشريف، وعندنا الكنيسه. وطبعا احنا بنفتخر احنا كلنا مصريين. وطبعا طول عمري انا معاش الدكتور محمد بقى اكتر من 20 سنه. حبيبي يا زايمن. الدكتور الجميل ده. حبيبي يا زايمن. اللي طول عمره معتدل والفكر التنويري، وبشوف فيه لغه الازهر، وبشوف فيه رمز السلام من رموز السلام والتعامل. اشكرك.
وطبعا الابتسامه، يعني انا بشوف ناس ساعات تبقى مكشره كده، انا بشوف الدكتور محمد دايما مبتسم الحمد لله يا حبيبي، ودايما في الابتسامه، والدين المعامله، يعني احنا بنتكلم دايما طبعا الدين المعامله دي حقيقه والله فعلا، وزيما والله الدين المعامله ولا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، ده انت حافظ القران عننا بقى يا زيما. انا تجدن اكثر واحنا عندنا برضو ايه بتقول من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، ده في الاصحاح رقم كام يا استاذ ايمن؟ الارض الجيده، الارض الجيده بتاتي بثمر جيد. نعم. فالدكتور محمد انا بصراحه علاقت بيه اكثر من 20 سنه، هذا الرجل اعرفه يعني الاخلاق الحميده اللي الروح العاليه، احترام الاخر وتقبل الاخر، الحاجات دي كلها من الاخلاق ومن المبادئ ومن التربيه ومن الاصل. استاذ ايمن اسحاق ده وسام شرف انا اضعه على صدري. والدكتور محمد في حاجه بتربطنا ما بينه وما بينه، احنا الاثنين يعني مرجعيتنا واولاد مدرسين في التربيه والتعليم الجيل القديم. والدي ووالدك، لا رحمه الله على والدي، وربنا يدي الصحه لوالدك. ربنا يخليك استاذ اسحاق، ربنا يخليك دكتور محمد. انا سعدت جدا بمداخلتك الرائعه ديت يا زيما. ربنا يخليك دايما، الفكر التنويري من حضرتك، ونشوفك حبيبي دايما في ابهى القنوات، ودايما منور قناه الصحه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا حبيبي لمداخلتك الجميله الرائعه الرقيقه دي، شكرا. نكمل مسيح. لا بس يعني ما شاء الله عليه، من الناس اللي على خلق رب سبحانه وتعالى عليه. ولا تجدن ما هو اقرب مودة. نعم لا يعني على خلق، ومعظمهم على خلق. ان نصارى ايوه، ما هو الدين المعامله. هي القصه النهارده ان الدين عموما معامله، يعني هو ما حدش، ما فيش فرق ما بين اي حد، احنا كلنا مصريين، كلنا اساسا لازم أن نكون في حب داخلنا، في سلام وفي وئام، ولازم يكون طبعا في شيء من الارتباط اساسا، لان احنا كلنا اساسا وطن واحد ودوله واحده، فلازم يكون في تماسك، ولازم يكون في محبه، وما يكونش في شيء من النبذ الاخر، وما يكونش في شيء من ان الانسان يتعدى على الاخر بالسخريه او يقدح في دينه او اي حاجه. ليه؟ لان احنا في الاول وفي الاخر كلنا مصريين، احنا عايشين على ارض واحده، بنشرب من نيل واحد، بيحمينا جيش واحد، لينا حدود واحده، وطنيتنا كلها واحده، فالمحبه والمعامله هي اللي بتثمر العلاقات الطيبه ما بين الناس وبعضها. وبعدين ربنا قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني هي خلصت، ربنا سبحانه وتعالى حكم القضيه كلها في التقوى، والتقوى الا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك، التقوى الا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. بس الموضوع بسيط، انت النهارده ربنا امر باوامر، امتى ائتمرت بيها، ربنا نهى عن نواهي، انت انتهيت عنها، خلاص بقيت من المتقين، خلصت. اما النهارده للاسف احنا بنصعب الدين على نفسنا ببعض من التزمت، ببعض من الفكر العصبي، ببعض من السخريه من الاخر، ببعض من باب خالف تعرف، بعض المسميات اللي ما انزل الله بها من سلطان. ربنا سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين، خلصت، ما قالش اي تسميه تانية لينا، ولا في جماعه ولا في حزب ولا في، هو سماكم المسلمين، تسميه الله لنا مسلمون. ما يبقاش النهارده انا بفرق ده انا كذا وده كذا وده كذا، وكل واحد على نهجه ومبدأه، وكل واحد مخالف للاخر في رايه. طب ما احنا كده دخلنا في دايره خلاف مش هتخلص، ومش هتلاقي كله عايز ينتصر لرايه في الاخر. طب ما نخلينا نبقى كلنا مسلمين، نسلم امرنا لله فيما جاء من الله، نطيع فيما شئنا او ما قدرنا عليه، وان عصينا استغفرنا الله عز وجل، وربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، ما نعقدهاش على نفسنا. يعني هو الدين يسر، لن يشد الدين احدا الا غلبه ابدا. فالنهارده احنا ليه بنعقد الامور؟ ليه النهارده ده بيسمي نفسه وده بيتحيز وده بينبذ وده بيكفر وده؟ طب وليه؟ طب ما احنا في الاول وفي الاخر هو سماكم المسلمين، تسميه الله لنا مسلمون. طب والتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قالش ان اكرمكم عند الله اغناكم، ما قالش ان اكرمكم عند الله اعلاكم منصبا او اكثركم علما. واحده صديقتي مسيحيه، اتفضلي. ماشي، يعني مش يعني هي بقت صديقتي يعني، فهي انا كنت فاتحه مشروع وواقفه فيه، فداخله تشتري مني حاجه او تاخد مني حاجه، معاها اطفال خايفين مني. المهم بدات اضحك معاهم وهزر وكده، لقيتها بتقولي ده انت جميله قوي في طبعك، يعني انا كنت صراحه خايفه منك. قلت لها مش معنى اني منتقبه انا تخاف مني، او بالعكس، هو ديننا دين، ده الدين الاسلامي ده دين تسامح ويسر، ودي يا الرسول عليه الصلاه والسلام كان جميل في كل شيء
صلى الله عليه وسلم. ايوه كان قرانا يمشي على الارض، وانك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، ده بيقول له علشان ايه؟ ده كان كفار. بيقول يعني طب معانا مداخله بعد اذنك. ام اسماء من بني سويف، اتفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. بسلم عليك دكتور محمد، بسلم على الضيفه الجميله مع حضرتك. تسلم يا رب. ده احنا سعداء بمداخله حضرتك. الله يسعد حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. كنت بقول لحضرتك، هو كل اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي ازمه الاخلاق المجتمعيه والتحرش، هي بترجع لحضرتك فعلا التربيه. احنا افتقدنا حضرتك دكتور محمد على التربيه، من التربيه الدينيه الاسلاميه. نعم، كل البيوت حضرتك افتقدنا الحاجه اللي هي التربيه. دلوقتي ما بقيناش نتربى، بقت بتنظر المعلومه لاولادنا النت والتواصل الاجتماعي، يعني ولازم ما بياخدوش المعلومه مني انا. كنت يعني كانت والدتي الله رحمه الله عليها، والدي كان هم المصدر الاساسي للمعلومه، كان هم بيتاخد منهم اللي انا عايزاه، باخده منهم، بتعلم. نعم. ايه بتعلم منهم كل حاجه. نعم. بيعلموني كل حاجه بالفطره، يعني انا اتعلمت منهم كل حاجه بالفطره. للاسف يا دكتور محمد دلوقتي التواصل الاجتماعي، واحنا انفتحنا انفتاح غريب قوي 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 يا عبد الله، واحنا اصلا مش مؤهلين ان احنا كنا ننفتح كل الانفتاح دون، لا مؤهلين علميا ولا خلقيا ولا ثقافيا لكل البرامج التواصل الاجتماعي والميديا اللي احنا للاسف انفتحنا عليها انفتاح غريب. وولادي قاعدين معايا حد المير في البيت، بس مش متواصلين معايا، عايشين في كل المجتمعات في غرفه واحده، في توحد، اللي فتح في توحد، اللي فتح على ده واللي فتح بالظبط كده يا فندم. للاسف احنا افتقدنا حضرتك التواصل الاجتماعي والتربيه الدينيه الاسلاميه، افتقدناها في بيتنا حتى في المدارس يا دكتور ما هو محمد. احنا حضرتك احنا حضرتك من ساعه ما استبدلنا الكتاب واللوح والشيخ اللي كان بيحفظنا بالضبط. زمان بالموبايل مسكناه في ايدينا بدل ما كنا بنمسك المصحف واللوح في الكتاب واحنا صغيرين. استبدلنا اللوح والقران والكتاب والشيخ اللي كان بيحفظنا بالموبايل الحديث احدث حاجه اللي سرعاته ورماته ويخش على كل المواقع في ثانيه الا ثانيه، وبقى هو ده معبودنا الجديد. وكان الاستاذ عندنا حضرتك في المدرسه كان المربي الفاضل، يعني كان والدي بيخاطب المدرس سيرة المربي الفاضل، كان المدرس هو مربي. فين دلوقتي يا دكتور محمد المربي، المدرس المربي؟ مفيش للأسف الا ما رحم ربي، يعني هو جيل انتهى ولا يعني انا بشكر حضرتك عشان بس وقتنا، وان شاء الله للحديث بقيه باذن الله تعالى في حلقات اخرى ان شاء الله. سعدنا بلقاء حضرتك واتصالك، وبنشكر الأستاذة سهام سلام على اللقاء الرائع. دايما الأوقات الجميلة والكلام الجميل بيعدي بسرعة، فإحنا سعداء جدا بتشريف حضرتك لينا. سعيدة جدا، وفريق الإعداد وطبعا حسن الاستقبال، ربنا يكرمكم ويجزيكم كل خير. شكرا شكرا مشاهدي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة في برنامج الإنس والجن محمد جد الله. السلام عليكم.